بس احنا لما اتكلمنا انت قلتي ان انت اتعرضتي لانواع كتير من التنمر، ممكن تحكي لنا بقى انت يعني عشتي ده ازاي او ايه تجربتك عامه مع التنمر؟ التنمر بدا من وانا صغيره، وما بيبقاش في هيئه تنمر، بيبقى في هيئه نصيحه. يعني انا بدات الموضوع خالص، حد من قرايبنا مره قال لي انت لو خسيتي هيبقى عندك ثقه في نفسك. انا اصلا ما كنتش فاهمه ان انا لو تخينه مش هيبقى عندي ثقه في نفسي، انا واثقه في نفسي. فبدا الموضوع اللي هو انا المفروض ما بقاش واثقه في نفسي، اللي هو انا ما عنديش مشكله، انت ليه بتقولي ان انا عندي مشكله بالظبط؟ فبدات افهم. بعد كده بدات في المدرسه، ممكن حد يتريق، حد مش عارفه ايه. كنت بلعب جمباز، انا شايفه نفسي بلعب جمباز فرفيعه جدا، يعني مفيش مشكله. الكابتن يقول لي لا لازم تقوي دراعاتك عشان تشيل كل ده، ما هي شايلاه يا جماعه، هو في ايه؟ انا يعني كطفل ما كنتش فاهمه ان في مشكله. واحده واحده بدات ادرك ان في مشكله، اثرت عليا شويه، وبعد كده بدات اللي هو لا انا مش هاخد ارائي منكم، انا تمام، انتوا ليه مش تمام؟ فبدات واحده واحده احاول اعديها. يعني وانتي صغيره كنتي رفيعه تلعبي جمباز عادي، وبعدين ابتدت المشكله تبان امتى؟ ابتدت مع ثانويه عامه. طب انا في ثانويه عامه على فكره كنت، يعني كلنا في ثانويه عامه كنا كله ده قرب ثانويه عامه، ما انا هعمل ايه؟ طيب خاطري بالمذاكره ازاي؟ مش لازم اسهر، مش اذاكر، لازم اكل. وبتقلي الاكتيفيتي وبتقل كل حاجه. فتخنت في ثانويه عامه، بدا يبقى في كومنتس كتير قوي على الموضوع ده، بدا يبقى ده المجال التعليق الوحيد بقى من اي حد ايا كان هيبقى تنمر، اللي هو تخينه ها ها ها، او تخينه حرام، او تخينه ساعدي نفسك. ما فيش اللي هو عادي، لازم يبقى ده هي بوب يعني. ده كان بيحصل دايما في الدايره الاكبر، يعني مثلا في الشارع في المدرسه، ولا من اي حاجه باباكي ومامتك مثلا؟ لا، بابايا ومامتي ما عمرهم الصراحه ما علقوا على الموضوع ده. يعني حتى بابا لما كنت اتضايق واروح له وانا عايزه انا وحشه، يقول لي لا انت زي القمر ما فيكيش اي حاجه، ادي هنمشي على دايت، ادي فلوس، روحي الجيم لو عايزه تخسي، بس انت في كل الاحوال انت حلو، انت جميله. هي ملهاش علاقه بانت جميله او مش جميله، انت عايزه تعملي حاجه تعالي نعملها. مامتي برضو عمرها ما كان عندها اي تعليق على الموضوع ده، هو ما حدش بيتكلم في وزن وتخن ورفع عندنا في البيت. بس بيبدا بقى كل ما الدايره توسع لاوسع الدوائر، يعني لدرجه ان انت لو في مكان ما داخل حد ما تعرفيهوش خالص، قد يكون حد، انا في النادي وقابلت حد، انا بنتي كانت تخينه قوي زي كده وخست، فتبداي بقى تفتحي انا ما طلبتش، ما انا عارفه، طب جود فور هير، برافو، انا ايه بقى؟ طب انا مالي؟ اللي هو انتوا ليه بتحسوني دايما ان انا المفروض ابقى بدور على حل بالمقاييس اللي تريحكم انتوا؟ بالظبط.